الشباب اليوم هو نتاج عملية أخيرة قام بها رجال مكافحة الإرهاب ضد التنظيم الإرهابي المعروف باسم نور الهدى، وأن هذا الانفجار أطاح بقيادته وعلى رأسهم جابر المحلاوي زعيم التنظيم والإرهابي سليم فواز عبد الرحيم. وأفاد مراسلنا بوقوع عدد من الضحايا والمصابين نتيجة الانفجار، ولكن لم يصدر بيان من وزارة الصحة. هذا ونوعيكم في الثاني بتفصيل الأخبار. ألو، أنا لازم أشوفك عشان خاطر يا غادة. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يا أخي حرام عليك. لو لسه فاكرالي أي حاجة حلوة عملتها معاكي وافقي. غادة، أنا محتاج لك. طب إيه بقى؟ وليه؟ هل لأن جابر حس بينا وحس إن إحنا هنمسكه ففجر المكان من اللي فيه؟ صعب يا صبري، مش للدرجة دي. وبعدين المكان كله مليان متفجرات، يعني ممكن تكون حاجة حصلت كده ولا كده عملت الانفجار. بتحصل، مش أول مرة يعني. مش وسليم معاهم، دول عيال مش مبتدئين من اللي بيصنعوا قنابل بدائية من على النت. لا، تسليم معاهم يعني ممكن يكون تكون دي حادثة، ولا يكون سليم هو اللي ورا ده كله. سليم؟ طب سليم هيعمل ليه كده؟ جايز يكونوا قلبوا عليه. احسبها معايا بقى يا سيف بيه، احسبها معايا بقى بالعقل وبالهداوة كده. معتز طلب يقابل سليم، مين اللي راح يقابله؟ جابر. طب سليم ساعتها بقى كان فين وايه اللي خلاه ما يروحش؟ ممكن يكون جابر منعه، وكمان ممكن يكون جابر كان بيفكر ان هو يتخلص منه بعد ما نفذ له كل اللي طلبه منه. وخلي بال سعادتك ان سليم عمره ما كان واحد منهم، بس هو بقى بذكائه قدر يهرب منهم ويردها لجابر. لو الكلام اللي انت بتقوله يا صبري باشا ده حقيقي، يبقى سليم لسه عايش. احتمال، ولو ده اللي حصل فعلا يبقى سليم هيكمل لوحده. طيب هنجيبه ازاي؟ الاول نتاكد جابر مات ولا لا. كل الناس شافوه قبل ما يخش المكان وانفجر، يبقى اكيد مات. وعشان نتاكد اكتر واكتر لازم نشوف جثه جابر بعينينا. ايوه يا فندم، بالظبط يا فندم. بس احنا لقينا كمان نفق في اوضه جابر يا فندم. لا، بيطلع على حته تانية خالص بره المقر. لا مش عارف يا فندم اذا كان هرب قبل التفجير ولا لا، ما نقدرش نتاكد يا فندم لغايه لما الطب الشرعي يشتغل ويعاين الجثث ويدينا تقرير. مفيش غير سليم يا فندم هو اللي ممكن ينفذ تفجير زي ده. لغايه لما نتاكد يا فندم هنعتبره هربان وهنكمل بحث. بتعمل فيا كده ليه؟ وازاي ما كلمنيش اول ما ده حصل؟ كلمتك كتير وبعت لك كذا رساله لكن انت ما كنتش بترد. حتى مدام غاده جبتها وفهمتها اللي بيحصل عشان ما تخرجش من اوضتها، لكنها خرجت النهارده وما اعرفش راحت فين. راحت لو سمحت اكشف لي على الاسم اللي دخل بيه هنا الاوتيل، ممكن يكون حاجز بيه في اي مكان تاني. Thank you.
انت جبتني هنا ليه؟ جاوبني، جبتني هنا ليه؟ ما اعرفش. يعني ايه ما اعرفش؟ ايه اللي خلاك تكلمني وتجيبني هنا؟ حسيت نفسي لوحدي يا غادة، حسيت نفسي ما عنديش مكان اروح، حسيت فجأة اني مش عارف اعمل ايه. فكلمتك. وبعدين كنت عايز اشوفك، عشان جايز دي تكون اخر مرة اشوفك فيها. عايز تشوفني ليه؟ عشان تسمعني نفس الكلام بتاع كل مرة؟ عشان تشغلي نفس الاسطوانة بتاعت كل مرة؟ كنت باخد حقي وحق ابني وعايز اغير لبلده نفس المبررة. والله العظيم لا، كنت عايز اقولك ان انتي صح، انتي كنت صح وانا اللي كنت غلط. وإيه اللي اتغير؟ أنا اتغيرت يا غادة، وأنا المفروض أعمل إيه؟ أخدك في حضني وطبطب عليك وأقول لك سامحني يا سليم، سامحني يا حبيبي، صح؟ أقسم لك بالله دي أكتر حاجة نفسي فيها دلوقتي، ما يهمنيش يحصل بعديها إيه. لقيته، أشرف محمد عبد الحميد، هو ده نفس الاسم اللي في الباسبور واللي حجز بيه أوضته، في حجز بنفس الاسم في فندق النخيلة بمرسى مطروح. خيري، سليم طالع على مرسى مطروح، عايز نشرب اسمه وبصورته على جميع المنافذ، مفهوم؟ شكرا. العفو. غدا اللي كان بيعمل الحاجات دي مش انا، ده كان واحد تاني، ضعيف مكسور خايف مرعوب من كل حاجه حواليه وعايز ياخد حقه. بس والله انا فقت. طب الحمد لله انك فقت. أنا تعبت، اتبهدلت. أنت تعبت واتبهدلت واعتقلت وابنك مات وعملت كل اللي عملته ده عشان تاخد حق ابنك. أنت هي دي المشكلة، كل حاجة أنت. بس أنا حصل لي إيه؟ عديت بإيه؟ عشت إزاي طول الفترة اللي فاتت؟ ما انا برضو جوزي اعتقل وابني اتقتل وتعذبت، ما فكرتش انا كنت عايشه ازاي؟ ما فكرتش كانت ايامي بتعدي ازاي؟ انا كنت عايشه طول الوقت لوحدي، وحيده، خايفه، ما اقدرش احط عيني في عين الناس. ما صعبتش عليك؟ جاوبني، ما صعبتش عليك؟ أنا ماليش غيرك في الدنيا، حقك عليا، أنا ماليش غيرك في الدنيا. والله أنا بعدت عنهم خلاص، ومتأكد إن هم عمرهم ما هيجوا تاني يدوروا عليا، وأنا مش هرجع أعمل الحاجات اللي كنت بعملها تاني. والمتحف اللي كنت عايز تفجره؟ لا 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 خلاص، مفيش الكلام ده، لا انا هعمل كده ولا اي حد تاني هيعمل كده. انت ازاي اصلا توافق تعمل كده؟ ما كانش ينفع اقول لهم لا. ليه؟ عشان هددوني بيكي. كنت سبتهم يموتوني، لو كانت حياتي هتكون تمن لحياه الناس دي كلها كنت سبتهم يموتوني. ما اقدرش، ما كنتش هسمح لحد انه يقرب لك،
ولا يلمس شعرك من راسك. طيب هتعمل ايه؟ أنا كنت بحلم إن احنا نرجع تاني مع بعض، وده باين عليه مستحيل. وعشان أهرب من غيرك يبقى برضو كأني بموت. تهيألي مفيش قدامي حل تاني غير إن أسلم نفسي. امشي يا خادر. يعني هتسيبني تاني؟ ما هو انا لو كنت قادرة اعيش من غيرك كنت عشت، لو كنت قادرة ابعد عنك كنت بعدت، ما كنتش جيت لك لحد. بس انا ما اقدرش، ما تسميش يا سليم. عمري ما هسيبك تاني ابدا، ولا هزعلك تاني ابدا. ما عرفتوش سبب الانفجار لحد دلوقتي؟ رجالتنا هناك يا فندم وشغال على الموضوع وهيردوا علينا. وكمان عايزين نتاكد اذا كان جابر مات مع اللي ماتوا ولا قدر يهرب. مات ولا ما ماتش خلاص ما عادتش تفرق. اللي معاه عرفوا ان احنا وصلنا له. تخيلي بقى ما نكملش اللي احنا اتفقنا عليه. المهم دلوقتي ان احنا نخلي المتحف من اي متفجرات ونجهزه ليوم الافتتاح. انا يا فندم بعت اداره المفرقعات المتحف وشغالين على الموضوع ده. وكلها كام ساعة وهندي لسعادتك تمام ان المتحف جاهز للافتتاح. عظيم عظيم. قبل هما بقى ما يخلصوا شغلهم يكون احنا كمان خلصنا شغلنا. المهم دلوقتي ان احنا نقبض على جابر وسليم اذا كانوا عايشين. شيخ جابر اتفضل يا شيخ. متردش على موبايلك ليه يا عبد الرحمن؟ اسف يا شيخ انا كنت نايم. عندك مكان تاني تقعد فيه؟ عندي بس ليه؟ خير يا شيخ جابر ايه اللي حصل؟ في حد تاني عارف انك قاعد هنا؟ مفيش غير حضرتك واخويا عمر. اخوك استشهد يا عبد الرحمن. ايه؟ ايه؟ استشهد؟ استشهد؟ ما تزعلش يا عبد الرحمن. اخوك ما ماتش. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم يا شيخ. ممكن تستضيفنا اليومين اللي جايين دول عندك يا عبد الرحمن؟ لا تخطى امرك يا شيخ. ايوه بس انا لازم اعرف مين اللي قتل اخويا. الداخليه؟ لا سليم. ايه الباشمهندس سليم؟ ليه؟ مش وقته دلوقتي يا عبد الرحمن. انا عايزك تروح تقعد عند اي حد من الاخوه وتجهزه. قريب قوي هنتحرك. ايوه يا شيخنا بس لو سليم اللي قتل اخويا يبقى لازم يموت. ادخل غير هدومك يا عبد الرحمن وتحرك. ما تشغلش بالك لما اخوك مش هيروح حضر.
السلام عليكم يا شيخ مصطفى. لا لسه. هتفهم كل حاجة لما أشوفك. أنا عايزك تجيلي النهاردة. أيوة النهاردة، وتجيب معاك كل الإخوة. عندي ليهم مهمة لازم تتنفذ الليلة. فهمني يا حبيبي هنعمل إيه؟ أنا جهزت خلاص كل حاجة للسفر، ومعانا قرشين كده يكفونا فترة، والباسبورات بتاعتك معايا، ولو احتجتي أي حاجة نبقى نشتري من هنا. مش ناقصني أي حاجة. وأنا ما كانش ناقصني حاجة. سليم هو اللي عمل فيكوا كده، إحنا افتكرنا الداخلية هي اللي وصلت لكم. قلت لك مش مرتاح لو حاسس إنه هيعمل لنا مشاكل. قلت لك وانت ما رضيتش تسمع كلامي. اهدى يا شيخ مصطفى، اهدى عشان نفكر ونشوف هنعمل ايه. نعمل ايه في ايه؟ ولو كلامك صح يبقى سليم هو اللي بلغ عن مكانك، مش بعيد كمان يكون هو اللي قال لهم على كل حاجه. كده عمليه المتحف باظت ومن قبل ما تبدا. مفيش حاجه باظت، سليم عمل كل ده عشان يخلص مننا، لكن عمليه المتحف هتتم في ميعادها. ازاي هتتم؟ ازاي هتتم يا شيخ مصطفى؟ بس الاول لازم نخلص من سليم. نخلص منه؟ مش لما نجيبه الاول يا شيخ جابر؟ هتجيبه ازاي بعد ما هرب منك؟ رجالتك مش جاهزين؟ طبعا موجودين وجاهزين. بعت لي واحد فيهم وانا هقول له توصلوا لسليم ازاي. سلام عليكم. ايه في ايه؟ ما تفهمني. الرحله بتاعتنا اتلغت. يعني ايه الرحله اتلغت؟ ما نسافر على اي رحله تانية. كل رحلات مرسى مطروح اتلغت، ما بقاش في طيران لمرسى مطروح خلاص. هما قالوش ليه. ازاي كل الطيران يتلغي؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا ما كنتش مطمن لحكايه المطار دي، ولا مطمن بصراحه للقطر كمان. طب والحل؟ هنسافر ازاي؟ احنا ممكن ناخد السوبر جيت، هياخد له بتاع 8 ساعات بكتير، 9 ساعات لو الدنيا زحمه. طب يلا بينا. مستني ايه؟ يلا. ايوه عليا، زيك انتوا اكتر. والله لا، انا كويس، انا كويس الحمد لله، وظهري كمان كويس. انا حتى بطلت اخد دواء. سيبك بس من الكلام ده، انا عايز اطمن عليكوا. اخبارك ايه؟ واخبار رأفت؟ ايمن عامل ايه؟ يعني وحشتوني فقلت اسمع صوتكوا. يعني بلاش يا ستي، خلاص اقفل يا عليا. صدقيني مفيش اي حاجه، وبطلي بقى القلق اللي انت فيه ده. صحيح يا عليا، اللي حصل لبهاء صحيح، الله يرحمه. في حاجات كتير قوي حصلت الفتره اللي فاتت، بس خلاص هانت. كلها كام يوم وكل حاجه هتخلص قريب قوي يا عليا، قريب. أول ما تخلص القضية اللي معايا دي هسيب الخدمة، والمرة دي بجد. أنا تعبت أوي عليها، بجد تعبت. تخلص بس اللي احنا فيه ده وأدور على شغلانة تانية خالص. وهقول لكم طبعًا علشان تنزلوا، أنتوا وحشتوني أوي. ووعد مني عليا الأجازة اللي جاية هنقضيها مع بعض كلها بالكامل. وإرغي يا ستي وزني زي ما أنت عايزة. سلميلي على أيمن أوي وعلى رأفت. مش عايز أطول عليك يا حبيبتي. محمد رسول الله.
حمزة اتحرك. خليك وراه. أمرك يا شيخنا. الله يا رجالة توكلنا على الله. اطمن اذا كان في قلق ولا لا. ها؟ لا مش هتنزل انت يا سليم، انا اللي هنزل. ما تخافيش يا حبيبتي مش هيحصل حاجه. طب خد بالك من نفسك. حاضر. من فضلك عايز تذكرتين لمرسى مطروح في اول اتوبيس طالع. طب سؤال اشوف لك بالكاش. اتفضل. الو هاي سليم، طمني عملت ايه؟ مش هينفع اشرح لك دلوقتي، خدي بعضك وامشي. امشي اروح فين؟ حبيبتي مش هينفع اتكلم دلوقتي، حمزه قدامي. ايه؟ انت بتقول ايه؟ سيبي المفاتيح في العربيه واركبي تاكسي واطلعي على الفيلا وانا هحصلك، يلا. لا انا مش همشي، انا مش همشي واسيبك يا سليم، مش همشي. غدا عشان خاطري مش هينفع يمسكوكي، عشان خاطري امشي. طيب 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 حاضر. ادينا اتقابلنا تاني يا حمزه، بس المره دي واحد فينا بس هو اللي هيخرج يا سليم. اوعى تفتكر انك هتقبض عليا. هي كلمه واحده يا سليم ومش هكررها تاني. ارمي سلاحك وسلم نفسك. ارمي اللي في ايدك وسلم نفسك يا سليم. كنت عارف ان انا مش هينفع اسافر من غير ما اخلص اللي بينا. اللي بينا هيخلص زي ما ابتدى يا سليم. هترجع السجن وهتتعدم انت وجابر وكل اللي معاك. جابر مات خلاص. ما ماتش، جابر لسه عايش يا سليم. ازاي جابر مات؟ سليم ما يطلعش من هنا عايش، انتوا فاهمين؟ يلا. انت مش فارق معايا ولا دمك فارق مع اي حد.